بعد عن رفيف. انت مشكلتك معي انا، اترك البنت بحالها. ولك انا شو بدي يكون لي مشكله معك يا ولد؟ الولد مني انا. كيف محمود؟ رفيف، رفيف وادي، رفيف. لا تقتله كرم، عم يكذب عليك. اوعى تقتله، بترجاك لا توصه. محمود قوس اذا رجال، شاهد على روحك، لانه رح اقتلك واخلص منك يا واطي. يلا قوس لشوف، عندك الجرأة تقوصني شي؟ ها؟ بدك صدق وبدك لا تصدق، هذا الولد مني انا. لا عمرك قوس وراك، قوس يلا قوس. كرم اطلب الاسعاف، لا توقف هيك، حدا منكم يطلب الاسعاف، عجلوا. عمران، عمران ابني الغالي، انت اللي عطيتني الامل بهالحياة بعد هالعمر. انت هلأ بحضن امك دفيان وبأمان وبعيد. لما تجي وتشوف النور اصحك تتأثر بقلوب البشر السوداء وتتخلى عن الحياة. عاند الشر، اسمع صوت امك دائما بتقول عنك ملاك. حتى لو انا ما كنت موجود هي بتحميك بتداريك، ضحكتها رح تبعدك عن كل الشر اللي بالدنيا. كان بدي اياك جنبي، لا تنسى هالشي ولا تنساني. حبك يا ابني. بوس ايدك، فتح عيونك عمران، فتحهم عمران، خليك لا تروح عمران، لا تموت، خليك مع ابنك هون. عمران بترجاك لا تروح وتتركني. يلا فتح عيونك، الله يخليك لا تخوفني عليك. نبضه عم يرتفع، لازم نعمل شي فورا. عمران لا تتركني، لا تتركني، الله يوفقك، لا تروح. سامحني يا خالي، سامحني بترجاك. دعي له يا ابني، انت دعي له وان شاء الله خالك رح يتحسن. كل اللي صار من تحت راسي كله من ورائي، كله من غبائي. النبض 136 عم تنخفض سويته. فورا زيدي نسبة الاكسجين. يا ربي احمينا، يا ربي بترجاك لا تاخده مني، خيرك يا الله. هيفتح عيونه، عم يرجع لوعيه. ابني
ابني اماني برقبتك يا رفيق. عمران لا تخاف البيبي منيح، لا تاكل همه هلا بترجاك، فكر بحالك. لا تتعب حالك يا بيبي. خبروا المركز فورا، ما عندنا وقت ابدا، خبروا فورا. فورا دكتور. المركز 16 عم تسمعني؟ عم اسمعك. نحن طلعنا من مكان الحادث وهلا نحن بطريقنا للمشفى. جهزوا غرفة العمليات فورا، حالته خطيرة كثير. نبضه رجع ارتفع دكتور. نسبة الأكسجين 90% دكتور. زيد السائل واعطيه إبرة موسع فورا. عمران بيب تحمل شوي بس، الله يخليك. تحمل، الله يوفقك، تحمل شوي. بعد هيك من وشي يا غبي، بعد هيك. ابني انت خبرت اهلك اللي بالبيت شي؟ ما خبرتهم، لك عقلي مانو براسي. تفضل امي، فيني فوت لعندك؟ طبعا. امي بدي احكي شوي معك بموضوع كتير مهم. قولي بنتي، في عندك اي مشكلة؟ في، بس ما بعرف كيف بدي اقول لك الموضوع. الضغط عم يهبط والنبض ارتفع لل 140. وشو وضع الاكسجين هلا؟ انخفض لل 80% دكتور. يمكن الرئتين وضعهم خطير، زيدي نسبة الاكسجين كمان. مشان الله دكتور اعمل اي شيء كرمال يعيش، ببوس ايدك تساعده. الضغط 4/9، هلأ عم يغيب عن الوعي دكتور. لا عمران، عمران عم تسمع صوتي؟ الله يخليك، فتح عيونك، ببوس ايدك، لا تتركني لحالي. لا تتركني انا وابنك عمران. لك انتي ليش قلتي له عن مكان رفيف؟ نحن شو حكينا مبارح؟ لسه من شوي قلتلك هالبيبي اهم من اي شيء، ورح يعمل عمران كرماله المستحيل ليضل ابنه عايش. ما عم بفهم كيف بتعملي هيك شيء. هاي اول مره بعمل بنصيحتك وبسكوت، وشفت شو صار بعدين. عمران من ورا اللي عملتيه هلا ما عاد بده ياني. بس ثاني بجوز هالتليفون مهم. نعم. شو؟ امي شوفي، ليكون شي خطير، صاير شي لبابا؟ ما اوصيني لزوجي. كيف؟ في شي مو منيح شكراً؟ احكي بنتي، لا تخجلي. يلا بقى يلا، ردي على التليفون يا ستي، ردي. امي كنتي ردي على تليفونك. تركيرن، مو مهم. انتي شو مشكلتك؟ احكي لي، هاتي لشوف، قولي لي. يلا. النبض 152 ونسبة الأكسجين 60%. تحمل عمران، الله يوفقك، كون قوي بس كرمال ابنك. عم ينخفض نبضه دكتور. شو دكتور، شو صار له؟ عمران لا تتركني. عمران دخيلك لا تموت.
تتركني لحالي. دكتور بترجاك عملنه أي شيء ساعده لا تخليه يموت. كله بسببي أنا. أنا السبب بكل شيء عم يصير. رح نعمله صدمات. جاهز؟ 3 2 1. يا ربي دخل. يلا كمان قوية. 3 2 1. قوية أكثر. جاهز؟ 3 2 1. بنتي يلا احكي شو المشكلة؟ احكي بقى، في شي مو منيح؟ يعقوب أمي. شو بكي مريم؟ شو بكي يا قلبي أنتي؟ مريم أنتي منيحة؟ عمران. شو بقى ابني عمران؟ لك شو صار له؟ حكي. عمران تقوص من شوي. قولي لي مريم، هو مات؟ أمي مات. عمران روحي ابني. عمران ابني. لسه مرة. جاهز؟ 3 2 1. رجع نبضه دكتور. لا تروح وتتركنا أنا وابنك. ألف حمد وشكر لك يا رب. من حمده ومن شكره ألف الحمد لله. يا الله كن بعوننا يا رب، لا تحرق قلوبنا عليه يا ربي. شكراً على التليفون. وشو يعني؟ بتدق وبعدين بتسكر. لازم رد عليها. ايه شكراً. خير؟ شو في يعقوب؟ مقوصين أخي، عمران متقوص. أخي شو صاير له؟ إصابة بطلق ناري. المريض بوعيه هلا؟ بوعيه،
بس نسبة الأكسجين ما عم ترجع لمستواها. جهزوا غرفة العمليات فورا وخبري أخصائي الداخلية. رح خبرهم فورا دكتور. انتوا ما فيكم تدخلوا. كرم وين عمران؟ دخلوا لجوا، رح يفوتوا على العملية فورا. كل شي من تحت راسك، رح حاسبك على اللي سويتي. بعدين ديما دعي نقعد برا. يلا امشي، لا تحكي معه ابدا. يا عمري انتي ما كان لازم تتعاطي معهم ابدا، كان لازم يا بنتي ما تقبلي بعرضهم وتمشي. بس هي ما غلطانة، كل يلي صار من تحت راسي إني عمران هلأ جوا بسببي. أنا المسؤولة، كل شي صار بسببي. يا روحي لا تتضايقي. لك انتي بكل وقاحة لسه واقفة هون؟ عمران بسببك انتي جوا. شو انتي ما فيكي دم بنوب؟ نلعي من هون، شو ناطرة؟ بنتي شو ما عم بتشوفي؟ هي معصبة ومحروق قلبها، زوجها هلأ بالعناية وهالشي بسببك انتي. روحي من وشها ولا عاد ترجعي. شو ما عم تسمعي؟ نقلعي. مرت خالي بكفي، رفيف ما له ذنب بنوب، أنا المذنب مو هي. أنا نرفزته لمحمود قليل هالشرف، وخالي فات بيناتنا ليخلصني منه، هو جوا بسببي أنا. كرم كيف قالك؟ عايش مو؟ ما بعرف عنه شي ستي، لسه ما طلع من العملية. لما جابوه كيف كان وضعه؟ نزف دم كتير جدي، أنا ما كنت معه، رفيف ضلت معه بالإسعاف، هي بتعرف وضعه. إذا ابني عمران بيصير له شي، أنت وهداك الرجال ما بترككن عايشين. وهي عم قلك روقي شوي نعمت خانم، نعرف محروق قلبك، بس والله بنتي رفيف ما إلها ذنب اللي صار بنوب. كرم بيك حكالكن القصة، ما حدا يفش خلقه ببنتي أبدا. لكان عمران ليش جوا هلأ؟ هداك الزلمة ليش كان هنيك؟ بسبب بنتك تصاوب عمران. لو رفيف تركتنا ما كان صار شي من هالمصايب. بكفي، أنا ابني جوا بين الحياة والموت، وانتوا قاعدين برا عم تاكلوا بعض. عمران بسببكن هلا بهي الحاله، وما في حدا مذنب لحاله، كلكن. اخي وينو عمران؟ بغرفه العمليات. قولي لي الحقيقه، وضعه خطير كتير؟ ما بعرف يا روحي، ما حدا فينا بيعرف شي عنه. أمي إذا صار له شي أنا ما رح أقدر أعيش، ما رح أقدر. خلاص اهدى يا روحي، لازم نستنى. تعي يا عمري خلينا نقعد أنا وإنت شوي. كرم قبل ما تجي الشرطة هلا، روح على مخفر المستشفى واعطيهم إفادتك. أنت الوحيد اللي شفته، وما بتعرف مين هذا اللي قوصه، ونحن ما عنا أي عداوات بنوب. ماشي؟ طيب جدي.
وبعت خبر لرجالنا يلاقوا له الكلب ويجيبوه لعندي. لا تاكل هم جدي، اذا بينزل للسابع ارض رح اجيبه لهالحقير. يلا. لك هذا كرم لما قال انه هو ابوه للبيبي ما استحملته ضغط على زناد، قام عمران زد حاله عليه. لك ما بعرف من وين طلع بوشي فجأة. اصلا الحق علينا، كان لازم نلقطه لكرم ونربيه، بس يلا ما صار شي، رديت اعتبارك. منيح اللي قوصت على هالوسخ، يموت حده جهنم. شو مفكرين رح يحبسوا رفيف عندهم ونوقف نتفرج عليهم؟ ما فيصل فهمني انت شلون بتفكر. لك اللي قوصته اليوم بايدي هو عمران. عمران ايه وشو يعني؟ يعني ما رح اخلص من هالقصة بحياتي. إذا هالواطي مات عيلته رح يلاقوني ويمعسوني برجليهن، فهمت؟ لك نحنا ما لازم نضل هون أبداً. طيب شو بدك تعمل؟ أصلاً ما عاد تفرق معي بشي، بدي ضل وراهن لأخذ رفيف، يا بروحهن يا بروحي. إذا أنا رحت فيها رح أخذهم كلهم معي. شو بدنا نعمل؟ روح نحرق لهم قصرهن يعني؟ لا، بالأول رح نوقع ديما مثل ما وقعتني، وهيك قصرهن لحاله بينهد. ما في لزوم نحرقه، رح خلي الكل يلتهوا فيها، وأنا باخد رفيف وبمشي، وإذا لقطونا رح أقوصها براسها وبقوص حالي. طالما رفيف رح تكون معي، الموت رح يكون أحلى من العسل على قلبي. زيدوا كمية الأكسجين أكثر وكمية الدم كمان. الأكسجين 85% والضغط مرتفع. زيدوا لي التخدير، استعجلوا. خططت القلب، أعطيني المقص بسرعة. استعجلوا شوي، رح ينزف أكثر من هيك. بابا، نحن ما رح نموت. ما كلنا رح نموت ابني، بس كنيتنا وهذا الشجر رح يعيشوا ويعمروا لآخر الدنيا. يشوف ابنه، معقول هي تكون آخرتها؟ يا ربي وقف معنا. طولي بالك شوي، أخي رح يتحسن أمي ورح يرجع يعيش معنا. عمران ما رح يتركنا أبدا ورح يشوف ابنه. أكيد ما رح يتركنا هالمرة، ما رح مرقها، بس يتحسن رح خانقه على اللي عمله. شلون هيك بيرمي حاله عرصاص؟ كان بده ولد يحمل اسمه، العمر ناطر هالولد، وأنا كرماله عملت كل هذيك القصة. كنت حابة يصير عنده ولد يسنده بكبرته. يا ربي يا ربي بترجاك، بس خليه يشوف ابنه ويشم ريحته ولو لمرة واحدة، واعفي عنه وحملني ذنوبه يا رب. حملنا يا بابا. اللي شوف يعقوب، تتذكروا نحن صغار وقت كان عندك حصان بالمزرعة تبعنا؟ كان لونه أبيض وأسود وحلو كتير، وعمران ركب عليه من دون ما يخبرك وانكسرت رجله للحصان. ايه، وقت اللي طالعه من الزريبة وركب عليه وانكسر رجله للحصان، انا يا بابا بعرف. تعرف؟ ومن اول ما انكسرت كمان بالله
بس انت عصبت على عمران وضربته كف كمان. لكن ليش ما ضربتني إلي؟ ليش ضربت عمران بدالي؟ لأنه بيتحمل أكثر منك يا يعقوب وبيصبر مو مثلك. أنا حاولت علمك القوة منه ولهيك ضربته قدامك وقلت أنت بتعرف حالك شو عامل ورح تحس إنك ظلمته كتير وبيجوز تندم وتعرف إنه ضحى من شانك وتصير مثل عمران يلي مستعد يضحي بحاله بأي وقت مشان أخوه. حاولت علمك بابا. عمران ما رح يدركنا يا بابا. قلت لك بيتحمل يعقوب لا تخاف. سويت الأكسجين 85% والضغط بارتفاع. زيدوا الأكسجين، راقبوا لي حركة القلب. ديما حبيبتي أنا طالعة أحكي على التليفون. ماشي. شو عملت؟ أعطيت أقوالي جدي وخبرت رجالنا جايين على الطريق. الأنجل كيف صار عمران؟ دخلوا على العملية بس أنا متأكدة إنه قوي وراح يتحسن وما راح يتركنا أبدا. لا ما راح يتركنا، لا تاكلي هم، عمران مستحيل يتركك بنص الطريق، راح يتحسن ويقوم بالسلامة. إن شاء الله مع قلبه شر بابا. أزمة وبتنتهي يا ابني، راح تعدي. شفت يا جلال، كانوا راح يقتلوا أخوك ابني. خلص لا تتضايقي يا أمي، أخي بإذن الله راح يقوم بالسلامة وما راح يصير له شيء. إن شاء الله. طمنيني عن أخي. ابني عايش. هو لساته بالعملية بس نحن لازمنا حدا يتبرع بالدم فورا. أنا بتبرع. شو زمرة دمك؟ إيجابي. مع الأسف زمرة دم عمران بيك أو سلبي. خلاص قد ما بدكم خدوا مني، هذا بيكون أخي زمرة دمنا وحدة. أو سلبي؟ ما بعرف شو هي بس أنا أخوه الكبير وإلا ما يكون نفس الزمرة. زمرة دمكم ما بتطابق ونحن كمان مثلك ما فينا نعمل شيء. كيف يعني أمي ما بتطابق ونحن أخوات؟ بس ما نم الطابقين ودم مريم كمان هيك يا ابني. طيب وشو بدنا نعمل هلا؟ انت شو زمرة دمك؟ زمرة دمي ابي سلبي. كرام خبر اللي بالقصر وخبر رفقاتك وكمان كل الموظفين اللي بالشركة اذا حدا زمرة دمه بتطابق يجي هلا على المستشفى يا ابني. رح خبرهم فورا جدي وأنا رح خبر الموظفين اللي عندي بالمطعم. تعمل معروف. أنا زمرة دمي بتطابق فيكن تاخدوا مني بس لازمنا 3 وحدات على السريع مدام. خدوا مني قد ما بدكم. تفضلي معي إذا سمحتي. ما رح أنسى لك هالمعنى. ما أنا قصة نعمة خانو. أنا أكتر وحدة بتعرف شو يعني الأم تنحرم من بناها.
هذا شو كان عم يساوي هنيك؟ ما بعرف أمي. اسمعيني منيح، ليكون هالولد كمان بيحب رفيف. ايه امي. انتي كيف روحتي هالكرت منك؟ كنتي بدل ما تطلبي المساعدة من محمود السرسري لحتى تخلصي من رفيف، كنتي دخلي كرم واكيد كانت انتهت القصة من زمان. لا تحكي شروي غروي، انا مالي رايقة لمخططاتك هلا. انتي بس فتحي عيونك عمران، خاطر بحياته كرمال هالولد. رح يفضل رفيف على ابن اخته؟ كان كرماله بلحظتها سحب ايده عنا. انتي بس فكري شوي بحكيه. اذا عمران صار له شيء ما رح اسكت لمحمود على العمل اللي عملها هي ابدا، مستحيل اتركه يرتاح. انتي لا تفكري بهالشي، عمران قوي كتير وما بيستسلم ابدا، انا بعرف منيح هالشي. انتي لا تاكلي هم، رح يتحسن. حضرتكم من عائلة عمران يوروكم؟ ايه انا بكون ابويا يا بنتي. حضرتك تفضل معي لو سمحت. طمنيني ابني كيفه؟ انا ما بعرف شي، بس طلبوا مني استدعي كبير العيلة. زياد بيك اهدي شوي، لا تخافوا، تفضلي يا بنتي تعي. اهدي امي. يعقوب تماسك شوي. اذا بصير شي لعمران انا بنتي، والله بنتي. اهدى خلص حبيبي، لا تعمل هيك بحالك. عمران ما رح يتركنا ويروح، ما رح يموت. زياد بيه، قول انه عايش، قول انه ما مات. ما قالوا لي شيء، بس لسه في خطر على حياته. سألتهم عن ابني، عم حطوا لي هدول التياب بايدي، انا قلبي عم يتقطع على ابني وراح موت من خوفي عليه. اعطوني هدول. لا ما تخانوا، كلهم دم. انا شو بدي بهدول هلا؟ انا بدي ابني، بدي رجولي ابني، ابني ما بدي غيره.
طمنا يا دكتور. طمني، فتح عيونه. اللي دكتور. دكتور طمنا كيف وضعه؟ عمران بيك كتير منيح، يعني هو تخطى مرحلة الخطر واللي كنا خايفين منه مصر. الحمد لله. هو محظوظ كتير، رصاصة اجت بنقطة فاضلة، تعبنا شوي معه بس بالأخير قدرنا نطلع رصاصة. الحمد لله. رح ننقله على العناية المشددة ورح نراقبه لفترة، بنيته قوية كتير وإن شاء الله بفترة قصيرة بيتحسن. أكيد رح يكون قوي دكتور، هو طالع لأخوه. شكراً يا دكتور. الحمد لله على سلامته. كرم لا تلوم حالك، عمران رح يتحسن وبكرة بتشوف إن شاء الله. هو أقوى شخص أنا عرفته بكل حياتي، لا أنت ولا عيلته، بيتركهم بنص الطريق وبيمشي، ما رح يعطينا ظهره أبدا، ما رح يترك حدا مكسور ظهره ويمشي. وقت وقف قلبه بالإسعاف قلت لحالي كل شي انتهى وهي نهاية الطريق، بس هو قاوم وقدر يتغلب على الموت قدام عيوني. هو من اليوم يلي تعرفت عليه كان دايما كل ما قال له كل شي انتهى وقال له اني فقدت الأمل يقول لي كل شي إلا ما يكون له حل، وفعلا كان دايما يثبت لي هالحكي. رح يرجع يثبت لي، بكرة بتشوف رح يتحسن ويطلع إن شاء الله.